نحظى بتسديده، حتى نحظى بهدايته، علينا أن تحصل منا مبادرة، نصلي عنه، نتصدق عنه، نتضرع به، نتوسل به، نقدمه أمام حوائجنا وقضايانا وأمورنا. كل ذلك يخلق شنو؟ يخلق نوع صلة بيننا وبين الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. أذكر لكم هذه النقطة. كنت أنا في طائرة وإحنا مسافرين من تركيا إلى نيويورك، مسافة طويلة. خب صعدنا في الطائرة، كان جنبي أحد الإخوة، لما الطائرة ارتفعت شافني أبسبس بشفتي، قال شنو تقول؟ قلت له دعاء. قال شنو الدعاء؟ قلت له أنت، طبعا هذا الدعاء أنا استفدت من الشيخ الأستاذ آية الله العظمى الشيخ الوحيد الخراساني دام ظله الشريف، قال أنه في حال السفر تقرأ هذا. قلت له أنا هذا أقرأ، أقرأ الفاتحة ثم أقرأ 11 مرة قل هو الله أحد، وبعد ذلك بعد ما أقرأ الفاتحة وأقرأ 11 مرة قل هو الله أحد أقول اللهم إنما قرأته من القرآن، إنما قرأته من أجل سلامة الإمام الحجة، سلامة أهم من سلامتي، بقاه أهم من بقائي، من أجل سلامة الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف. اللهم فبحقه عندك وجاهه لديك ومقامه عندك أسألك أن توصلني إلى مقصدي سالما غانما. هذا النوع أن تعقد علقة بينك وبينه في سفرك، في حضرك، في صلاتك، في صدقتك، هذا يكون طريق ونوع من عنايته ونوع من رعايته عجل الله تعالى فرجه الشريف.